بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كونكت 3، الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. هنحل مع بعض النهاردة إن شاء الله كتاب المعاصر، الوحدة الأولى هنحلها كاملة. احنا كنا شرحناها على 3 فيديوهات، فيديو أول وتاني وتالت، وعملنا امتحانات الكترونيه على الجزء اللي اتشرح، وهنحل معاكم كتاب المعاصر، وهنسيب لكم رابط تحملوا منه الوحده الاولى لكتاب المعاصر لو مش معاكم علشان تدربوا الاولاد عليها. دي كانت اولى صفحات الكتاب من ناحيه الدراسه. طبعا بيعرفني على البلاد الاول، هو اسم الوحده، وير ار يو فروم، يعني انت منين، من اين انت، وير ار يو فروم، وجايب لي بعض البلاد. واول بلد اللي هي بنرمز لها بالاهرامات هي مصر، طبعا ايجيبت، وبعدين جاب لي دوله الصين تشاينا، وجاب لي ولد يعني لما اجي اسلم على حد اقول له ويلكم، ويلكم يعني مرحبا، وبعدين جاب لي فريند يعني صديق، وهاوس يعني منزل، وهابي يعني سعيد، كلها كلمات قديمة ما فيهاش حاجة جديدة، معظمها يعني غير تشاينا هي اللي جديدة. جاي هنا بقى يوضح لي المطلوب ده، علم مين؟ علم مصر طبعا، علم بلدنا صح؟ اسمها ايه؟ اسمها ايجيبت، يبقى ايجيبت مصر. طب لو عايز اقول مصري اللي هي الجنسية يعني اقول ايجيبشن، ايجيبشن، تمام. طيب العلم التاني علم ايه؟ علم الصين اهو. اسمها ايه الصين بقى؟ اسمها تشاينا، تشاينا. طب لو شخص صيني هنقول عليه تشاينيز، تشاينيز، تمام. العلم التالت علم ايه؟ علم فرنسا. اسمها ايه بالانجليزي؟ فرانس، فرانس. طب لو شخص فرنسي هنقول عليه فرنش، فرنش. العلم الرابع طبعا امريكا اللي هي امريكا، تمام، والعلم بتاعها. ولو شخص امريكي بقى هنقول عليه امريكان، امريكان. وجاب لي بقى صورة العيال اللي هم بيكملوا عنهم. فالولد ده بيقول I am from Egypt, I am Egyptian، عشان يعرفني ازاي اتكلم عن نفسي واقول I am from Egypt, I am Egyptian، انا من مصر انا مصري. طيب التاني بقى بيقول ايه؟ التاني بيقول I am from France، انا من فرنسا، I am French، انا فرنسي. التالت بقى بيقول ايه؟ I am from America، انا من امريكا، I am American، أنا شخص أمريكاني. الرابع بقى من الصين بيقول I am from China، أنا من الصين، I am Chinese، أنا صيني. هنا بيعرفني الكلمات بقى اللي هي الكلمات الحفظ، فجايب لي أول حاجة Where are you from، من تمنين، بعدين كلمة name يعني اسم، بعدين كلمة here يعني هنا، وhello يعني أهلا، وchildren يعني أطفال. لما نيجي بقى نحل تمارين، ودي أول حل معانا، تمام. بيقول لي وير ولا ويتش ولا وات ار يو فروم، قال له اي ام فروم فرانس، طبعا يبقى وير اللي هي اين، علشان انت عندك هنا بلد فرنسا، يبقى بيسال عن المكان. اي ام فروم ايجيبت، اي ام، طالما انا من مصر يبقى انا ايه؟ يبقى انا ايجيبشن، يبقى انا شخص مصري، تمام. اي ام فروم نقط، اي ام تشاينيز، طالما انا صيني يبقى انا منين؟ يبقى انا من الصين، تشاينا. نقط تو ايجيبت، طبعا ويلكم اللي هي مرحبا اللي احنا قلنا عليها، مرحبا بكم في مصر، ويلكم تو ايجيبت. هي از نقط امريكا، طبعا هي از فروم، فروم، خد بالك من الحروف والكلمات، هي از فروم امريكا، هو شخص امريكاني. هنا بقى من الولد ده بالصوره بتاعته كده، هو بيقول اي ام فروم كذا، اي ام كذا، طبعا عاوزني انا اكتب بقى الحاجات بتاعته، انا شايف علم الصين، يبقى اي ام فروم تشاينا، الراجل ده من الصين. طب جنسيته ايه بقى؟ طالما هو من الصين يبقى جنسيته صيني، اي ام تشاينيز، تمام. طب البنت دي علم ايه اللي قصادها؟ علم مصر، يبقى هنقول شي از فروم ايجيبت، هي من مصر. طب طالما من مصر يبقى جنسيتها ايه؟ طبعا يبقى جنسيتها مصرية، يبقى ايجيبشن. لازم اعرف اكتب الحاجات دي كويس، تمام. عاوز نلون العالم بقى، دي حاجة سهلة.
هنا بقى عاوزني اجاوب في الصفحة اللي بعدها، بيقول لي where are you. طبعا where are you ايه بقى؟ where are you from. يبقى ناخد كلمة from دي ونحطها هنا، where are you from. I am from، عايز بلد بقى، يبقى مش عايز name، عايز Egypt. I am from Egypt، انا من مصر. تمام. طيب هنوصل بقى، he is from America. الراجل ده طالما ان هو من امريكا يبقى هو امريكي، يبقى هنوصلها بهنا، يبقى هنكتب هنا رقم واحد ونوصلها بدي. تمام. طيب she is from France، البنت دي من فرنسا، يبقى هي فرنسية. يبقى هنا هنكتب رقم اتنين ونوصلها بدي، هي من فرنسا. هنا بقى they are from China، هم من الصين، يبقى هم Chinese. انت شايف زي دي، زي هم هي اللي انا بحل عليها هنا، اهي زي، يبقى دي هكتب فيها رقم ثلاثة ووصلها بدي. تمام. أربعة you are from Egypt، طالما انت Egypt مصر بقى، يبقى انت Egyptian، يبقى دي هتبقى رقم كام؟ رقم أربعة، وهوصلها بالأخيرة. تمام. طيب نيجي هنا بقى، عايزين نختار نقط. are you from I am from America، انا من امريكا، يبقى اسأله اين انت منين، where are you from. هنا I am from France، طالما انا من فرنسا يبقى جنسيتي ايه؟ French، اللي هي فرنساوي او فرنسي. هي نقط تشاينيز، طبعا شرحنا ام واز وار في الفيديوهات، يبقى هنا هي از. يو ولا نقط؟ ار ايجيبشن، ار طبعا اهي لسه فوق اهي، يو ار طبعا، يبقى هختار يو اللي هي يو ار، انت تكون مصري. هنا عاوزني اختار من الكلمات دي، بيقول لي وي ار كذا، انتوا شايفين شكل العيال دول ايه؟ صينيين، فهناخد كلمة تشاينيز علشان هما شكلهم ايه؟ صينيين. اما الواد ده بقى، العلم اللي عليه ده علم امريكا، يبقى هو منين؟ عشان على حسب العلم وحسب اللبس اللي لابسه، يبقى هي از فروم امريكا، هو من امريكا. ترتيب الحروف بقى ده سهل، ايجيبت وتشاينا وفرنسا. انسخ الجملة الجاية، ده سهل بقى، اللي هو الايه، الخط. الدرس التاني جايب طبعا كلمات الافطار، اللي هي مثلا زي الكيك اللي هو الكعك العادي، وبعدين فعل وير يلبس، علشان انا هاخد كلمة يلبس دي مع مثلا كلمة دريس فستان، يلبس فستان، او ان هو يلبس تراوزرز. تراوزرز يعني بنطلون بقى، تراوزرز تراوزرز بنطلون. تمام. الكيك بقى هاخد معاه بقى ايه؟ حاجة اسمها فرشون كوكيز، فرشون كوكيز، كيك الحظ او كعك الحظ. تمام. طبعا الاتنين دول بيتاكلوا. تمام. وهاوس بيت اتكلمنا عنها في اول الفيديو. وعندي اخيرا a cup of tea، كوباية شاي، او فلاور وردة، ودول سهلين وخدناهم قبل كده. لما نيجي نحل تمارين عليهم بقى، بيقول لي هنا the children have cups of، طالما cup اناء من، هو عاوز يقول لي معاهم معاهم فنجان من، cup دي يعني فنجان، معاهم فنجان من التي الشاي. تمام. she is wearing، وير هي يلبس، تلبس ايه بقى، وردة ولا شعر ولا فستان؟ طبعا طالما يلبس يبقى يلبس فستان. زي نقط فرشون كوكيز، طبعا هما eat بياكلوا بقى، بياكلوا الفرشون ايه؟ كوكيز. هنا بقى بيقول لي انظر، انظر اقرأ وكمل. طبعا هاني جايب لي هو فوق كاب وكوكي وتي ودريس وكيك، عايزين نعرف كل واحد معاه ايه في الاولاد. تمام. فانا شايف هاني معاه حاجة، وهنا معاها حاجة برضو، ووي او لوي معاها حاجة بتاكلها برضو مع الشاي اهو، وزانج مين برضو معاه حاجة. فبيقول لي هنا هاز، هنا معاها ايه؟ هنا هناخد احنا من الحاجات اللي فوق، لو بصينا كده هنا اكيد اللي معاها ده كيك، يا ماسكه حاجه في ايدها بتاكلها، يبقى معاها كيك، لان كده كده الشيء ايه؟ قدامها، فهناخد كلمه كيك. ماشي. طيب هنحط كيك هنا، هو ايه اللي نزل معانا ده؟ احنا عايزين كيك. طيب مش نشوف الباقيين. لو ويرينج ريد، البنت لابسه ايه؟ لابسه دريس. احنا نكتب اصلا بدل ما نتعب نفسنا ونجيب من فوق، نكتب دي كيك بقى. تمام. والبنت لابسه ايه؟ لابسه ايه احمر؟ طبعا دريس اللي هو فستان احمر. وهنا بقى جين زانج هاز ا كاب اوف، معاه كوبايه ايه؟ اكيد هتبقى كوبايه تي اللي هي شاي. وهنا هاز ا نقط اوف تي، برضه هتبقى كاب، علشان يبقى دربني على الاتنين. تمام. طيب هنا عايز نزود على ازاي يعني على الكلمات، اتتبع.
الصفحة اللي بعد كده بيقول لي شي هاز، هاز يعني معاه او هو بيتناول. طبعا ده كوكيز، تمام. الولد ده بقى هي از ويرينج بلاك، بلاك ايه؟ طبعا تراوزرز اللي هو بنطلون، لان الولد ما بيلبسش فستان اولا، وانا شايف الاسود اهو هو الايه، هو البنطلون. البنت دي بقى بتقول اي درينك ا كاب اوف، بشرب كوبايه ايه، ميه ولا شاي؟ طبعا تي اللي هو شاي. الواد ده بقى منين؟ جايب لي العلم بتاع الصين، يبقى فروم تشاينا اللي هو من الصين. بعد كده طبعا كتابه الكلمات عادي موجوده فوقيها. هنا شي نقط اكوكي، طبعا شي هاز، لان احنا عندنا هاز وهاف، لو حد من الجمع بياخد هاف، ولو حد من المفرد بياخد هاز، ودول شرحناهم في الفيديوهات. شي از نقط اريدرس، يعني هتاكل الفستان ولا هتلعبه ولا هتلبسه. طبعا وير اللي هي يرتدي. بعدين وي فاوند ا نقط ان ذا كوكي، لقينا ايه في الكوكي؟ لقينا فستان ولا لقينا كب فنجان ولا لقينا مسج رسالة؟ الجملة ممكن تكون غلط من كتاب المعاصر، اصل هم لقوا ايه في الكيك؟ يعني ده كعك الحظ، تمام، فهيلقوا فيه فستان، مش معقولة. طب هيلاقوا فيه فنجان ولا رسالة؟ ممكن تكون ايه، مسج رسالة، علشان الكوك اسمه كعك الحظ يعني. طيب هنا بقى الجملة صعبة ليه بقى؟ لان فاوند دي في الماضي صعب يوصل لها العين، تمام. ثانيا يعني هو اسمه كعك الحظ، مش ان انا الاقي فيه حاجة يعني. هاني نقط تشاينيز تي، تي شاي بيتشرب، يبقى هاني درينك بيشرب شاي صيني. هنا هنحط صح ولا غلط. بيقول لي زي ليف ان ا هاوس، طبعا هاوس ماشي، يبقى هنقول لهم ايوه صح. زي ايت فورشين كوكي، ايوه بياكلوا كيك الحظ، يبقى هو تمام. بعدين هنا وصل زي درينك، اكيد الحاجه اللي هتتشرب هتبقى شاي، فهنوصلها بالشاي. بعدين الواد ده لابس، هيلبس ايه الحاجه اللي هتتلبس؟ يبقى بنطلون اسود، يبقى دي هتبقى بالتانيه. التالته هو معاه اكيد كوكي اللي هي قطعه كيك. بعدين look and write a sentence، اكتب جملة. أنا شايف الواد ده معاه إيه؟ فنجان من القهوة، فهروح قايل he has a cup of tea، هو معاه كوباية شاي، وأحط نقطة في الآخر، وأخلي الحرف الأول كابيتال علشان تبقى إيه، ظبطت علامات الترقيم بتاعتي، تمام؟ طيب هنا بقى البنت بقى لابسه فستان ايه؟ ولا هما بيعملوا ايه؟ انا شايف هما مبسوطين، فممكن اقول they are happy، هما سعداء، ماشي. هنا بقى الدرس الثالث، جايب لي البريكفاست الفطار والحاجه اللي بنفطر بيها. فجايب لي اول حاجه فول اللي هو الفول المدمس، وبعدين تي شاي لسه واخدينه وعارفينه. في ناس برضو بتشرب لبن الصبح، يبقى ميلك يعني لبن. بريد خبز، في ناس بتفطر بيه خبز ومعاه حاجة تاني. في ناس بتفطر بيه فلافل، فلافل اللي هو طعمية، شرحنا الدرس ده بالتفصيل. ومافين اللي هو الكيك الاسفنجي. وبعدين نودلز دي شعرية او اندومي اللي بيفطروا بيها في الصين. بعدين هوت تشيكليت اللي هو الكاكاو او مشروب الشوكولاته الساخن، اسمه هوت تشيكليت. هنا البنت بتقول بقى ماي نيم از ماري، اسمها ماري. اي ام فروم فرانس، من فرنسا. فور بريكفاست اي هاف، هو عايزك تقول كده انك تيجي هنا مثلا وتغير اسمك، يعني هي اسمها ماري، انت اسمك اروى، اسمك احمد، اي حاجه هتقول ماي نيم از فلان. اي ام فروم فرانس، هتغير فرنسا برضو وتقول البلد بتاعتك، وتقول زي ما هي فور بريكفاست اي هاف، هي بتاخد هات شوكليت اللي هو مشروب شوكولاته ساخن، وفرنش بريد وخبز فرنسي. انت هتغير الاثنين دول بقى، ممكن تقول فول اند فلافل، تمام. طيب اي ام مارك، نفس الموضوع اهو، غير مارك بس، وقال اي ام فروم اي ام امريكان بدل اي ام ايجيبشن مثلا، هو جاب امريكان على طول. وقال فول بريكفاست اي هاف ام مافين، هو بيفطر بكيك اسفنجي، تمام، وجلاس اوف ميلك، وايه، وكوب لبن، تمام. هنا بقى البنت دي بقى اللي هي اسمها وونج مين،
بتقول انا تشاينيز، يبقى برضو احنا هنغير الاسم هنا وهتقول اسمك وتحط تغير تشاينيز وتخليها ايجيبشن بنفس الطريقة. بعدين I have a Chinese tea تخليها Egyptian tea، شاي مصري. بعدين and noodles انت ممكن تقول معاه ايه بقى، يا اما كيك يا اما كوكي يا اما مثلا فول وفلافل. تمام. وليد بقى بيقول I am Egyptian، اهو مصري. I like to eat، استخدم like، بحب اكل فول and فلافل for breakfast، فول وفلافل للفطار. يبقى وليد بقى وصل لي هو وليد بالفول والفلافل عشان وليد بياكل فول وفلافل. طيب البنت ماري اللي هي بتاعت فرنسا بتفطر بإيه؟ بتفطر ب فرنسا بتفطر بهوت شوكليت، مشروب شوكولاتة ساخن اللي هو الكاكاو يعني، وفرنش بريد. طيب مارك ده اللي هو الأمريكي، ده بيفطر بإيه؟ ده ناصح، ده بيفطر بكيك أسفنجي وميلك لبن. أما البنت الصينية شاي صيني بقى وإيه، وأندومي أو شعرية. ترتيب الحروف ده سهل من حفظ الكلمات، كلمة بريد خبز وتي شاي وفول اللي هو الفول، حط علامة صح. هنا بيقول لي I drink hot chocolate، بشرب مشروب شوكولاتة. طبعا على حسب الصورة، هو هنا شكله ما بيشربش مشروب شوكولاتة عشان هو ما ادانيش الصورة دي، اداني صورة الشوكولاتة في كوب تاني غير كده، فممكن نقول له دي غلط عشان التانية صح. اتس فول وفلافل، ايوه انا شايف فول وفلافل في الصورة. تمام. هنا بقى اللي انت شايفه ده خبز ولا اندومي؟ طبعا نودلز، دي شعرية. طب ده مافن ولا فلافل؟ لا ده مافن، فطار الامريكيين. شفتوا بقى اهو ده هوت شوكليت بقى، شفت شكله ازاي؟ عشان كده عملناها غلط. تمام. ده بقى فول اللي هو الفول مدمس. وصلنا لصفحة 40 وعايزين نوصل. طبعا الميلك اللبن اللي هو هنا، تي الشاي اللي هو ده، فلافل اهي، والهوت شوكليت ملهاش اسم اللي هي الكاكاو ملهاش اسم. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي اكتب جملة. تمام. الولد ده بيعمل ايه؟ بيفطر. فانا هقول ايه بقى؟ هي اللي هي هو هاز بتاعت المفرد بريكفاست، هو يتناول الافطار. طبعا بريكفاست يعني الافطار. طيب هنا بقى هتقول ايه؟ I like، اسهل جملة انك تقول I like، انا بحب، وتكتب بقى ايه؟ فول اللي هو الفول مدمس، I like فول. تمام. هنا بيقول لي اقرأ واختر الكلمة مما بين القوسين. نقط do you have for breakfast، طبعا هنا هيقول لي بتفطر بايه، فعايز what بقى، what شرحنا الدرس بتاع ماذا تفطر، بتفطر بايه، ف what do you have. I eat full and فلافل نقط breakfast for على الفطار. I نقط noodles، noodles دي have بتناولها مش بعيشها ولا بشربها. دي صفحة 41 وهو الدرس الرابع، وجايب لي طبعا كلمات زي جيرمان اللي هي اللغة الألمانية، بعدين جايب لي writing اللي هي عملية الكتابة لما بتيجي بتكتب، writing من الفعل write يكتب. ماث اللي هي مادة الرياضة، مادة الأرقام، شرحنا المواد بالتفصيل وعملنا جمل وأسئلة عليها كتير. ميوزك اللي هي مادة الموسيقى. ساينس اللي هي مادة العلوم. انجليش اللي هي مادتنا اللي احنا بنشرحها، مادة الإنجليزي. بعدين جيوغرافي، مادة الجغرافيا اللي بدرس فيها البحار والمحيطات اللي زي اكتشف كده. عربيك اللغة العربية اللي بندرس فيها الغابة المتحجرة ونشيد الأرض والحاجات دي. فيزيكال ايديوكيشن او البي اي اللي هي ماده الالعاب اللي بنحب نلعبها ونطلعها في الملعب ونلعب فيها. ارت الرسم، كله عارف الرسم وكله بيحبه. سوشيال ستادز ماده الدراسات الاجتماعيه اللي فيها جغرافيا دي. بيانو ليسون درس بيانو. واخيرا ريدنج اللي هو القراءه. صفحه 45 التمارين، طبعا جايب لي بيقول لي فرايدي، فرايدي ده اللي هو يوم الجمعة، اهو هنوصله بهنا، يبقى هنا هنكتب رقم واحد. ميوزك الموسيقى، دول اللي بيلعبوا ميوزك، يبقى هنكتب اتنين. ماس الرياضة، دي مادة الرياضة، يبقى هنكتب فيها تلاتة. هنا عايزني اختار بقى، بيقول لي اول جملة نقط has music in the morning، الإجابة هنا. هنا ده شخص عاقل، يبقى لازم أسأل عن هنا بكلمة هو اللي هي معناها من للعاقل، من للعاقل. تمام. I not school at 8 o'clock، I not school at 8 o'clock، طبعا المفروض يقول ايه بقى؟
اي بلاي سكول ولا اي ستارت سكول؟ لا ستارت اللي هي يبدأ المدرسة الساعة الثامنة. اي جو تو ذا نقط تو بلاي فولي بول، طبعا فولي بول اللي هي كرة الايه؟ الطائرة. يبقى دي حاجة بتتلعب بس في النادي ولا في المدرسة ولا في السيما؟ طبعا في الكلاب اللي هو النادي. اي نقط ماي هوم وورك افتر سكول، طبعا اي دو بعمل الواجب بعد المدرسة. هنا بقى بيقول لي اكتب جملة اسفل كل صورة، وهنا جايب لي مادة الجيوغرافي تجريب الجغرافيا تقريبا، وجايب هنا بقى البيانو. فهقول ايه بقى؟ المواد الدراسية برضو بتاخد اي، يعني بتاخد هاف، فانا هقول اي هاف واكتب جيوغرافي بقى. اي هاف جيوغرافي اون ساندي، الحد اللي هو ساندي لازم اكون حافظ ايام الاسبوع. اون ساندي تمام، يبقى انا باخد جغرافيا في يوم الحد تمام، واخلي الحرف الاول كابيتال من يوم الحد. علشان ايه؟ علشان المواد زي ما احنا متفقين بتبقى الحرف الاول منها كابيتال، وبعدين كذلك ايام الاسبوع الحرف الاول بيبقى كابيتال، فعشان كده ايه هنخليه كابيتال برضو تمام. ركزوا فيهم، واول الجملة كده كده اي كابيتال برضو تمام، اهو هيبقى كابيتال. وفي الاخر بقى هنحط ايه؟ هنحط النقطة علشان دي جملة ماشي. طيب خلي النقطة زرقاء عشان تبقى باينة. هنا بقى نفس الكلام، هقول له باخد بيانو، طبعا هنقول اي برضو كابيتال في اول الجملة، بعدين هاف اسمه ايه بقى ده؟ اسمه بيانو ليسون، بيانو ليسون، واقول يوم الاسبوع بقى يوم الاربعاء يبقى اون، والحرف يبقى كابيتال الاربع، بعدين اكمل عادي. وينزداي واحط النقطة بتاعتي تمام. خلاص هنا اشيب فرقة، هنا هبدأ الحرف بتاع بيانو ده يبقى كابيتال برضو، هو انا هنلون الحاجة اللي هي لازم تبقى كابيتال، بعدين الاي زي ما احنا عارفين هيبقى كابيتال، بعدين يوم من ايام الاسبوع هيبقى كابيتال. We finish school at 3 o'clock، طبعا غلط، ما بنخلصش هنا الإجابة جايب لي الساعة 9 وهو بيقول لي 3، يبقى دي هتبقى غلط تماما الأولى. They go to the club، لا ده مش كلاب برضو، يبقى الجملة غلط. هنا بيروح يوم السبت، أيوة ساتردي اللي هو السبت تمام. هنا بقى هرتب الحروف، ده موضوع سهل، وهنا هنعمل علامات تركيب. هتعمل أولاني طبعا الاي هيبقى كابيتال خلاص، وهنا الاف بتاعت فرنش عشان دي جنسيه، واحط النقطه بتاعتي، ويبقى كده ايه حليت. هنا بقى جايب حروف الاف اف زي ما احنا شرحناهم، مع كلمه كافي قهوه، ومع مافين اللي هو الكيك الاسفنجي، ومع اوف اللي هي يغلق، ومع بوليس اوفيسر اللي هو ضابط الشرطه، وبعدين جايب حروف ال مع كلمه بيل جرس، وكلمه دولار اللي هو الدولار، وكلمة طول اللي هي طويل، وأخيرا جايب الاس اس مع كلمة درس فستان، وكلمة جلاس اللي هي كوب زجاجي. ده كان 48 التمارين كلها هنا تكميل حروف، مثلا تاخد مثلا الاس اس من هنا وتحطها في مكانها، هنا تاخد الاف اف وتحطها مكانها، وهكذا هنا ناخد ال ال مثلا ونحطها هنا اهو. وتكميلا للحروف كلها نفس الموضوع، يعني تكمل حروف هنا مثلا دريس فستان يبقى اس اس، هنا دولار يبقى ال ال، هنا كافي قهوة يبقى اف اف، هنا مافي برضو ايه اف اف. شرحنا الجمل دي كلها وتكميل الحروف، ده سهل، وده كان صفحة 49. هنا بقى جايب ايه؟ جايب علامات تركيب، عاوز يشتغل على علامات التركيب. فطبعا الاي هتبقى، هو بيقول سيركل ذا كابيتال ليترز، اعمل دايره على الكابيتال ليترز. الاي هنا لازم تبقى كابيتال، والتشاينيز هنا لازم تبقى كابيتال، ونحط نقطه هنا الشي عشان بدايه الجمله، الاس هتبقى كابيتال، وايجيبت البلد هتبقى
كابيتال والنقطة برضو الاي هتبقى كابيتال عشان اول الجملة، اسم البنت ماري يبقى كابيتال، وفي نفس الوقت الاف بتاعت فرنسا هتبقى كابيتال. هنا بقى بيقول لي عيد كتابة الفقرة ورقم الحروف. احنا هنعمل الحروف بس، بداية الجملة هيبقى حرف كابيتال، الام كده اهو، تمام، الام هيبقى كابيتال ماشي. بعدين ايمي، ايميلي ده اسم بنت يبقى الاي هيبقى كابيتال. امريكان دي جنسية يبقى اولها هيبقى كابيتال برضو. شي ليفز ان كايرو، طبعا كايرو القاهرة اسم بلد يبقى لازم يبقى كابيتال. بيكوز هير داد وركس هير، شي هاز ثري براذرز، عندها ثلاث اخوات، اول واحد اسمه داني اسمه ولد يبقى كابيتال. كمان جون ده الاسم الثاني يبقى كابيتال برضو. ومايك الاسم الثالث يبقى الايمي برضو ايه كابيتال. كان يو سبيك انجلش، والاي بتاعت انجلش هتبقى ايه كابيتال، تمام. طيب هنا بقى ده سؤال اخر حاجة، يعني هنا احنا المفروض هنحط نقطة عشان اساس ان الكلام خلص، فهنحط نقطة، وهنا هنحط علامة استفهام علشان ده سؤال ماشي. طيب لحد امريكان كده الكلام خلص، برضو هنحط نقطة. و because works here، لحد هير برضو هنحط ايه نقطة على اساس الكلام ايه خلص، تمام. ودي كانت صفحة كام؟ لا لسه في تمرين تاني، صفحة 51. هنا بيقول لي ايه، ضع علامة صح للكلمة التي نستخدم فيها الحروف الكبيرة، وضع علامات الترقيم الصحيحة لها. طبعا هنا المفروض وليد الحرف الاول كابيتال منها، تمام. هنا برضو تشاينا اسم بلد يبقى لازم يكون حرف السي كابيتال بتاعها، ونكمل الكلمة. سكول لا بقى، سكول ما فيهاش اي حاجة كابيتال. كايرو ايوه حرف السي لازم يكون كابيتال، يبقى نعمل علامة صح. هاوس لا، هاوس ما فيهاش حاجة. فرنش ايوه حرف الاف لازم يكون كابيتال علشان دي جنسية، ويتعمل علامة صح. هنا بقى بنفس الطريقة عاوز نكمل الحروف، شغل الحروف ده سهل، تمام. هنا الكافي طبعا القهوة، هختار القهوة اعمل عليها دايرة مثلا عشان دي صورة القهوة. اوف اللي هي يقفل، ادريس اللي هو فستان، جلاس اللي هو كوب ايه كوب من الزجاج، تمام. تحت هنا عاوز نوصل البل الجرس اهو طبعا. اوف اللي هي يغلق مع الـ اي آلة او اي كشاف مفتاح. كافي اللي هي القهوة، وطبعا اوفيس البوليس اوفيسر اللي هو الضابط، تمام. هنا اعادة ترتيب حروف، دي صفحة هنشوفها 54. مام طبعا هنا ماما اللي هي ام او ام، تمام. بعدين جلاس عارفينها وطول عارفينها لسه واخدينهم. هنا بقى اي لايك تو ايت، هاخد مافين دي اللي هي الكيك الاسفنجي واحطها معاها، يعني حاجات سهله كلها. وهنا ماي براذر از اي، يبقى بوليس ايه بوليس اوفيسر، ماشي. علامات التركيب الصح لاخر الجمله هنعمل طبعا حرف الام في بداية الجملة هيبقى كابيتال، بعدين اسم البنت برضو كابيتال، والاف بتاعت فرنش هتبقى كابيتال، والنقطة موجودة. الدرس السادس والاخير طبعا باوند اللي هو جنيه مصري، بيسترز اللي هو قرش دي العملة المصرية، بعدين دولار وسنت طبعا دي العملة الامريكية مع بعض، شرحنا الكلام ده بالتفصيل وقلناه دولار وسنت. يورو وسنت، يورو برضو سنت اللي هي العملة الفرنسية، واخيرا ين ده عملة اليابان، وبرضو السنت ده مع فرنسا. اليوان وجاو دي عملة الصين، شرحنا العملات كلها بالتفصيل وقلنا ان اسمها كارنسي، بس السؤال بتاعها بيقول لي وات ار يور ماني، ما عملتك. جايب بقى تمارين الحساب، طبعا حاجات تكملة وزائد وحاجات سهلة. هنا بقى جايب بيقول لي كام زائد كام يساوي كام، طبعا هنبدأ نحط الرقم الاولاني اللي هو 250، بعدين ناقص، ناقص كام، ناقص 80 جنيه، عشان هو كان معاه حاجة، كان معاه 250 اشترى منها ب 80 جنيه، يبقى الباقي مثلا 170 جنيه. المسألة التانية بيقول لي بقى ده كان معاه 100 جنيه واشترى كان معاه حاجات الفلوس يعني، واشترى الحاجات دي، فهو اشترى ب 100 جنيه اللعبة، بعدين اشترى ب 20 جنيه الكورة دي، يبقى الحساب على بعضه كام؟ 120 جنيه، تمام. هنا بقى وات از يور دي اللي احنا لسه قايلينها من شوية، وات از يور ماني يعني ايه عملتك، فطبعا هنحطها هنا.
قال له والله في مصر العملة بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى الباوند اللي هي الجنيه. ماشي. هنا بقى بيقول لي نقط، قال له اتس فور 1 دولار. طبعا يبقى هاو ماتش، هاو ماتش، لان هاو ماتش كام الايه، كام السعر، وهو قال له ايه 1 دولار. وات ديد يو، نقط، قال له اي بوت ا كايت. طبعا يبقى وات ديد يو باي، اشتريت ايه، قال له اشتريت كايت. في فرنسا الفلوس اللي هناك هي الايه، اليورو. تمام. طيب تحت بقى هنا بيقول لي دي ماني ولا بول، طبعا ماني. طب ده 10 باوندس ولا 20 باوندس، واضحه دي 20 جنيه بتاع الترم الاول. طيب هنا ده 1 دولار ولا 1 يوان، لا ده شكل ال 1 اي يوان بتاع الصين. طب ده 1 يورو ولا 1 باوند، لا ده 1 اي 1 يورو، مش هو شكل الباوند بتاعنا ده. دي كانت صفحه كام، صفحه 62. بعد التوصيلات بقى طبعا هنا بيقول لي الدولار، عشان ابقى عارف بس شكل العملات. الدولار فين الدولار، فين الدولار، ايوه اهو، يبقى هوصل الدولار. بعدين اليوان، شكل اليوان اهو، تمام، ابقى عارف اشكال العملات. يورو، اليورو اللي هو اخر حاجه ده، تمام. وباوند بقى اللي هو ايه، الجنيه بتاعنا اللي هو ده، تمام. طيب ماشي، نيجي بعد كده بقى عايزنا احط نقط. از 100 سنت، اللي هو 100 سنت طبعا الدولار، عشان الدولار 100 سنت، فهنحطه هنا مثلا. اليورو 100 سنت برضو، فهنحطه هنا. اليورو هو 100 سنت عشان ده شكل اليورو. العملة الأمريكية طبعا هي الايه، الدولار. ده بقى الجنيه المصري حبيبنا، يبقى هناخد الجنيه. وده اليوان الايه، الصيني. هنا بقى بيقول لي انظر وكمل بنفس الطريقة، يعني فروم واكتب بلد. بيبدأ مدرسة الساعة 8، الاسم كذا، بيخلص مدرسة الساعة كذا، العملة بتاعته كذا. تعال بقى هنا اهو، عايزنا اكمل نفس الحاجات. ايام، يبقى الواد ده اسمه ايه ده، هناخد اسمه مارك كده ونحطه هنا، تمام. منين الولد ده، من امريكا، خلاص ماشي، ناخد اسمه امريكا ده ونحطه هنا. طيب بيبدأ المدرسة، بيبدأ الساعة 8، يبقى ناخد الساعة 8 دي ونحطها هنا. طيب ماشي، بيخلص المدرسة الساعة 3، يبقى ناخد الساعة 3 دي ونحطها هنا. العملة بتاعته هي الدولار، يبقى اخد الدولار واحطه هنا. عاوزني اعمل زي كده بالظبط في اللي جاي ده، البنت الصينية. بيقول لي فروم، منين البنت، من الصين، يبقى انا هاخد الصين دي واحطها هنا عشان دي البلد. طيب اسمها، هو حط اسمها خلاص هنا. طب بتبدأ المدرسة 7:30، يبقى سكول ستارتس 7:30، هحطها هنا. بتخلص المدرسة الساعة 6، يبقى احط 6 هنا، انها بتخلص المدرسة في التوقيت ده الساعة 6. اسمها، قصدي العملة بتاعتها ايه بقى، اللي هي اليوان، تمام. ودي كانت اخر صفحة معانا في صفحة 65. تمارين بقى هنسيبها واجب للتلميذ، لازم يقوي نفسه. لو حاجة وقفت معاكم اتفضلوا اكتبونا في التعليقات، ان شاء الله هنجاوب لكم كل الوحدات بالشكل ده. توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.